اطلع فلاريا اخويا اطلع فلاريا. درنا اون كونفرم ولا جل كاي اكتيفي 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 خو. صح المال يا خو كيفاش؟ هذه تربح بها دراهم دوك البولوغين باطل. اه ونعطوك دي كيستيون. اه كيفاش تجوز هكذا في التلفزيون؟ بورسي وكاع وشريت كاع. والله بزاف. صافا خونا راك مليح؟ الحمد لله. مع رمضان صافا؟ لاباس الحمد لله. طيب معليش شوف سيدي كيفاش خاصنا نشوف. بعدهم هكذا. حالة بيان. ايوه ايوه طري بيان. ماشي شباب خيط واحد ماشي شباب خويا. فاش راسك ما شاء الله الله يبارك. يا خويا شبوبية هذه شبوبية ننسى يا خو. واش بلا شر واش بلا شر؟ نهار تي في. ما شفتو فيها طاكسي المربوح؟ لا ما رديتش بالي جبت باخي طونسون جبت الله يبارك. جزء سبعة ونص الله يسلمك خويا العزيز مرحبا بك. يا خويا واش مليك يا خويا احنا ما قرينا ما كاش مشكل نعاونوك. دوك نحشم قدام نعاونوك يا خو ما كاش بروبليم باش نحمروا الكوتشيك هكذا خويا. ربي يبارك فيك. دونك مرحبا بك معنا في الطاكسي المربوح. الله يسلمك. فوالا راح نوصلوك للبولوغين غراتويتمون تزيد تلعب معنا بتي جو فيه خمس اسئله. السؤال الاول عليه 2000 دينار، السؤال الثاني 4000، السؤال الثالث 6000 دينار، السؤال الرابع 10000 دينار يعني مليون، والسؤال الخامس 2 ملايين. الله يبارك باش هذيك هكذا. ايوا راك واجد؟ بيان سور راني واجد. طري طري بيان. أين الدولة؟ اسبانيول. اسبانيا والجواب صحيح 2000 دينار ديجا. آه يا بابا 200000. ربي يبارك فيك. الله يسلمك. كنت كتبت الفاميليا شغل الله يسلمك. سوا سوا كور ساعة تاع الله وزيد دراهم و هكا شوية خدم عقلك. هذا ما كان خدم شوية عقلك برك تلقاها. معروفين اسبانيا بإنتاج زيتون ديجا عندهم زيت زيتون كما يقول لك سيليكسيوني. هما شوف هو سيت ان بي تاع لاكريكولتور تاع الفلاحه سون فور. من هو اول من انشا مستشفى للامراض النفسيه؟ نعطيك اربع اسماوات. الوليد بن عبد الله ابن سينا جوكر ثلاثة يبقاو لك زوج. اي راه نستعملو 50-50. اه طري بيان دونك 50-50 هذايا نحل جوج اجوبة غلطة ونخلي لك زوج. نحي لك الفريد باتن ونحي لك ابن سينا. هادو اللي كنت رايح ليهم هما غلطين. هادو في زوج غلطين. صح. بقى لك الوليد بن عبد الملك ولا ابن نفيس. يا خويا واش هذا؟ 4000 دينار. يا خويا ربي يبارك فيك. الله يسلمك على العزيز. مبروك عليك 400000 ديجا لحد الان. هايدا وفيكم ما خسرتش معنا ومازال كتجاوب صحيح. نروحوا لسؤال ثالث. سؤال ثالث عليه 6000 دينار 600. الله يبارك. راح نسمع هذا المقطع بعد نحكي. اسمع بيان. وعلاش نحكيو على لا ميوزيكا؟ Et puis bien, là, on la garde comme ça.
Clarisse, faut absolument que tu ailles en cabine. Il y a Robert Redford, il a téléphoné, il a besoin de te parler. Si, si, vas-y vite. Ouais, ouais, vas-y vite. Avant. Aussi, dans le aussi, vas-y vite. Mon marché télévisionné. Vous me faites vos cahiers. Remarquez, pendant les quiz, on a tout vu. Hein, hein? On a tout vu. Quand tu parles au Wilma Shop. عدة حصص دي جو تيليفيزي منهم لغة لابيل منهم كريوس منهم جيتو بري واش بروشان هادي بيك ديل معروف بيك ديل واش رايك لا جو فو با كيسي اتيليزي ان جوكر واش راه دير على التليفونيك طايق كاش واحد نسمعوا له هذا المقطع هكذا ويقول لنا شكون يعاونك وانا الشم نورمالمون هذا ما هذا يعطي لك لا ريبونس ان شاء الله هذا يفا با لا ديال لا ريبونس ان شاء الله تري بيان الو خويا ناصر ايوا واش اخويا صافا الحمد لله شوف كاينه واحد ليميسيون تاع الطاكسي المذبوح هكذا راني فيها راني بوزا لي كيكو كيسيون كيكو كيسيون راني جبتهم هايا هاولي كنجوزو لك يفهمك مليح ومن بعد يدير لك المقطع وقلنا شكون هايا هاولي كا السلام عليكم مع السلامه ناصر والله خوك راه يشارك معنا صاحبك راه يشارك معنا في الطاكسي المربوح بوزينا لو اون تي كيستيون حكينا له على واحد المنشط تلفزيوني وممثل فكاهي معروف كان ينشط عدة حصص ترفيهية منها لوغا لابال منها كريزوس منها لو جيست بري ومنها بيك ديل ودوموندينا له لو نو تاع لانيماتور هاولي تحب تسمعه واش ناصر عرفتو ولا ما عرفتوش كيفاش هاك قول لصاحبك وين ناصر ناجي شير كيفاش ناصر نورمالمون هو سي اوكي سي بون ها يا صحة سي ناجي ها يا ميرسي يا بورتو بيان صحة فطورك ها يا تلاقى والله كشارك تا ها يا صحة السلام عليكم صحة قال لك سي ناجي قال لك ناجي ها لا ريبونس تاعو كانت ناجي ناجي وان شاء الله جي كونفيرونس جي كونفيرونس وي ها دير في ثقة 100% انا نقول لك هذا سي ان جنتلمان قبل ما مازال لك جوكر ايه حاب تتاكد اكثر اخي لا ماما عاد شوف هذا والله غلا انا بو مستان فرنسي شغل عايش معاهم باناجي سي لا موفيز ريبونس والله سي موفيز ريبونس والله والله با 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 سي موفيز ريبونس الاسم تاعو هو فينسون لاكاف فينسون لاكاف معليش سي با كراف ربحت معنا مبلغ 4000 دينار كومان 4000 دينار اللي راح نسموهم بالدركا بابا انا جبلها هاك قادر تربح زوج ملايين معليش بصح واش تحب الله غير 4000 دينار سي ديجا اون بيل سوم اي باك دينار مليحة تدخل بها الدار كاش حويجة يا المدام الله تليفون لول لي جو هادو تاع لي فيديو هذه هكذا وجدي الله غالب مبروك عليك خويا بسم الله هذه وحده هذه زوج هذه ثلاثة وهذه أربعة مبروك عليكم بالغ 4000 دينار في الطاكسي المربوح يعطيك الصحة نقول لك صحة رمضانك نقول لك صحة طولك خرج قول لهم كلمة للمشاهدين تاعنا هنا في الكاميرا هذه خبي الدراهم بلا ما يشوفونا أوري لهم دراهم لازم توري لهم هاي السلام عليكم واش راكم عارف دار اخويا الله صافي بليزير كل يوم تحكم طاكسي هكذا و راكم تشوفوا واحده زوج ثلاثه اربعه
وكان تي كيسيون شويه واعره. درت واحد صاحبي باش يشارك سي تان اونسيان ونورمالمون ندير ميرسيو على كل حال اسمه بالحسن ناصر يسوق تران شوفر تاع تران. واش نقول لكم ميرسي على الانفيتاسيون على الحصه ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. فوالا المشارك هذا ربح معنا مبلغ 4000 دينار. كلخنا له واحد لاكيسيون كانت شويه صعيبه تاع واحد الممثل الفوكاهي الفرنسي هو فانسون لاكاف. معليش 400 دينار سي ديجا اون بيل سوم. مرحبا بك معنا في طاكسي المربوح مدام. الله يسلمك. فوالا نوصلوك لشامونوف هكا. نعم نعم. لابوست تاع شامونوف. نعم. وتلعبي معنا في ان جو. بلوطو ما يجاوبش باسكو انا جو فيان دو بيرد مون بير. ما نكذبش عليك سمعني شويه بيرتوربي. ربي يرحمك. الله يسلمك. عنده من التخوازيم جور تاع رمضان صافي كما ربي يرحمك. جيتني هكذا باك. معليش حنا نفاجيو لك شي غما هكذا نحوك شي على خاطرك هكذا شويه. نجاوب ما شكيتش نجاوبك راني حابسه. لا لا تجاوبي باذن الله. هاي صح. صافا عندك ثقافه عامه لاباس بها؟ شويه شويه ماشي حاجه. شويه 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 ماشي كونشوز. صح. قولي لي الفريق الوطني شحال فاز من مره؟ لاكوب دافريك شحال مره؟ لاكوب دافريك شحال قلتي لي؟ واحدة مرة واحدة. آخر كلمة؟ 200,000 مبروك عليك. والله صح. والجواب صحيح. قلت لك سهل. قلت لك سهل. زيدي واحد أخرين. 200,000 ديجا في المكتوب. هاي صح. نروحوا لسؤال واحد اخر. ما هو الاسم الاول ليثرب في الجاهليه الاولى؟ ما هو الاسم القديم ليثرب في الجاهليه الاولى؟ عندنا اربع اقتراحات. غلبه، الاوس، الخزرج، ام ام القرى؟ والجواب هذا لو كان تعطيه لي صح عندك 4000 دينار. صح. واش نديرو؟ شوف عندك سؤال. جوكر عيط بار تليفون. فوالا تستعملوا جوكر دونك ابل تليفوني. هاي بس. الاسم الاول اسم يثرب الاول في الجاهليه. اعطي لها الاقتراحات. كاين الاقتراحات نعطيهم لك؟ كاين اربعه. الو جبل ربي خزرج ولا عودي الاوس ومن بعد عندك غلبه. ايه؟ الاوس الخزرج ولا ام القرى؟ والله جبل ربي الاوس. ما تستعمليش 50-50 من ناحيه الاجوبه غلطه. ما فهمتكش انا في السؤال في اكزاكتومون. هو شوف عطيت لك اربع اقتراحات تاع بوزيسيون. ايه؟ عندك ان جوكر نحي لك دو. ايه؟ نقول لك غير دو تسمى له شوي يولي لك سهل. في عظمه تخيري واحد من اربعه تخيري واحد من زوج. هاي روح سهل. معليش 50-50 بابا تليفونيك ما جاب لنا والو. معليش هاي 50-50. ايه؟ نحيو لك دو موفيز ريبونس. جاب لبي الخزرج. نحيو لك الاوس والخزرج. نحيوهم. ايه؟ في زوج. ايه؟ مش غلطي. ايه؟ نخليو لك غلبه ولا ام القرى. ام القرى. ما انت اعطيني الجواب تاعك وانا اه تفكسي لي. ناوي غلبه. غلبه اخر كلمه. خطا خطا والله صح. ام القرى بالك. والجواب صحيح غلبه. والله صح خدعتني. 4000 دينار. والله خدعتني يعني. تريبيا زيدوا جواب واحد اخر. روح للسؤال الاخر. ايه ايه 600,000 الخطر. ايه هاي تريبيا. معليش بدي شويه الوقت و نخسرت والو. اسمع واحد المقطع. ايه اسمعي هذا مليح المقطع هذا. صح. سمعتي بيا المقطع هذا نحبسه. ايوه
هاد الموسيقى تاع جينيريك تاع سلسله امريكيه كانت تلعب بالك في قديمه هذه التسعينيات فوالا هكذا واللي لعب الدور الرئيسي تاع حد السلسله اسمه الحقيقي ريتشارد دين اندرسون اسمع به صح اعطينا اسم هاد السلسله عندي لي شواخي لا سين سيري امريكان والله ما انا هنايا جي باس ما نكذبش عليك ما نعرفهاش هذا بدك نعرف نسيتها قال لك انسر جوكر اللي تقدري تستعمليه هو تسقسي اي واحد برا يعاونك اش كاينش ما عنديش سؤال كون صغيط له ايه كون سؤال واحد اخر بالك لو كان هكذا خلاص لي جوكر كاع استعملناهم قال لك هذا لو سول تسقسي واحد اه على بالي ماش حيجاوبوني كيما تحبي بزاف شوف حبسوا لهنايا ما عندك سؤال واحد اخر غير هذا ما كاش انا سيبو ما نقدرش نبدل لك سؤال خلاص ما لا معليش نحبسو نحبس مبروك عليك مبلغ 4000 دينار ربحتي معنا 400 الف كومان لا يسلمك ماشي على بالي 600 على بالي 600 طلع 400 ما لحقناش ال 600 لا صح ما جبتيش الجواب صحيح اي جبتي واحد اخر حاجه واحده اخرى ايوه معليش صحيت لا بخوش فوا صحيت وهذه زوج مبروك عليك مدام يعطيك الصحه صحيت الله يوفقك على المشاركه صحيت السلام عليكم واش نقول لكم صحه فطوركم وتصوموا رمضان ان شاء الله بصحه ولهنا ولكن حيانا ربي صحيتكم حياتكم مبارك ويعطيكم الصحه على ديميسيون ولا حاجه روعه مليحه مليحه بزاف صحيتو وربي يعاونكم ان شاء الله صحه المشاركة هذه ربحت معنا مبلغ 4000 دينار وثاني تعصبت في السؤال تاعنا تاع السلسلة الأمريكية نزيدو نخلو هذا السؤال للمشارك القادم هاي تابعونا تحية الله مالبك يا خمس هاي طوب دي باغ بوغ الطاكسي المربوح المربوح هي المربوح اليوم غلبني رمضان انا يوم دقدقني